السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. قبل بغيت نقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في القناه ديالي، وعلى لي لايك ديالكم وعلى الكومونتيرات، على لي كومونتير كاملين اللي كتكتبوا ليا في لي فيديو. كنقول لكم شكرا بزاف. و اليوم جيت لكم بنصائح على المدرسة. هما نصائح للمدرسة، فالحاجة الأولى اللي نقدر نبدأ لكم بها هي تنعسوا بكري. نوم باكر، تنعسوا بكري. وتاني حاجة اللي بزاف ديال الاطفال وقعوا فيها، كيكثروا بزاف في الهاتف حتى كتوقع عليهم شي حاجه. فلهذا كنقول لكم قللوا من الهاتف، ما تهزوهش بزاف، ما تحاولوش هو اللي يتحكم فيكم التليفون، فانتوما اللي خصكم تحكموا فيه. والتليفون راه ما مزيانش، وبزاف ديال الاطفال وقعت لهم شي حاجه في المخ بسبب التليفون. فلهذا كنقول لكم قللوا من الهاتف. ندوزوا النصيحه الثالثه. النصيحه الثالثه هي الاكل الصحي، ضروري ما تاكلوا الاكل الصحي. مثلا في الصباح ما كتاكلوش مزيان وكتوقع لكم شي حاجه في المدرسه، فلهذا ضروري خصكم تاكلوا الاكل الصحي. النصيحه التاليه اللي هي خصكم دائما ترتبوا المكتب ديالكم فين تكونوا نتوما كتحفظوا، ما يكونش مرون باش تقدروا تحفظوا على خاطركم. النصيحة الأخيرة هي ديروا التمارين ديال الرياضيات، ضروري حتى الرياضيات مزيانين بزاف، ضروري ما تخدموا التمارين ديال الرياضيات حيت الرياضيات مزيانين للذاكرة المخ، ومزيانين بزاف الرياضيات. فلهذا كنقول لكم قاعد النصائح هادو خصكم ديروهم باش تكونوا ناجحين في المدرسه ديالكم. وكيفما كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. الى عجبتكم ما تنساوش لايك سبسكرايب وشو كومونتير زوين فحال وجهكم. وكنبغيكم بزاف. I miss you guys. السلام عليكم، باي.